ما أن انقلبت الميليشيا وغرست مخالبها في جسد الدولة حتى تسلل العجز والشلل في مفاصلها واضمحل حضورها وغابت خدماتها وانعدمت في كل محافظات البلاد حتى تلك التي تضع الشرعية يدها عليها. في السابق كان بحضور الدولة ولولا ضعيفة، من يوم ما جاءت ميليشيا الحوثية خرب الدولة بأكملها. والمشهد في حضرموت لم يكن حينها يختلف كثيرا، ليمثل العام 2015 أكثر قتامة وسوداوية على المحافظة التي منيت بالكثير من الأعباء، من بينها سيطرة القاعدة على أكبر مدنها واستقبال أكثر من 100,000 نازع من مختلف المحافظات الجنوبية جراء الحرب. المرحلة السابقة مرت اللي هي مرحلة احتلال القاعدة للمكلا وساحل حضرموت بشكل عام، كانت جميع المؤسسات في الدولة معطلة غير موجودة، الخدمات يفتقر إليها المواطن. وفي ظل قياب الدولة وتجاهلها لتلك الأعباء برزت هنالك مؤسسات ومنظمات مدنية على الواقع تحملت الدور الأبرز في سد فراغ ذلك الغياب ومعالجة تبعاته. حصل أن هناك غياب للسلطة والدولة في المحافظة، وبرزت خلال هذه الفترة كثير من المنظمات والمؤسسات والجمعيات التي قامت بدور كبير تشكر عليه في شتى المجالات. ومن تلك الجهود ما قدمته مؤسسة نهدنا التنموية التي أحيت وبحضور حكومي ورسمي حفل اختتام مشاريعها الإغاثية للعام 2015 التي ذهب جلها في دعم المستشفيات وعلاج النازحين وجرح الحرب في داخل البلاد وخارجها وإيوائهم ومتضرري الكوارث الطبيعية التي شهدتها المحافظة مؤخرا. مؤسسة نهد التنموية اشتغلت في المجال الإغاثي في العام 2015 مثلها مثل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وساهمت بأكثر من 580 مليون ريال يمني، استفاد منها 91,000 سواء كان في مجال نقل الجرحى أو مرضى الفشل الكلوي واستقبالهم، وكذلك النازحين وما يتعلق بهم وغيرها من الأمور الإغاثية. وليست نهد وحدها من شمرت عن سواعدها لرفع ولو جزء بسيط من ثقل المعاناة التي عاشتها حضرموت خلال العام الماضي، بل هنالك العديد من المؤسسات الأخرى التي لم يقتصر عطاؤها على المحافظة بل امتدت لتشمل كل ربوع البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.